اوكي، بالنسبة للسيمبل ممبر شيب في الام في سي، في انا سيمبل ممبر شيب تيبلز بينزلوا معاك لما تعرفها في الويب كونفج. في انا تيبل اسمه ممبر شيب اوث رولز او رولز، في رول في رولز، عم نحكي رولز رول. اوكي، في يوزر ان رول. اسوي ليش اليوزر؟ احنا وضع معرفينهم في تيبل اسمه يوزر بروفايل. هسه بعرف رول. الرول مثلا في عندي، افرض في عندي ادمنستريتور رول، في عندي شركه فيها ادمنستريشن ادمنستريتورز، في عندي ديفلوبرز، في عندي بزنس، في عندي كل واحد في لهم اكسس خاص فيه. فباجي بعرفهم ايش فرول. في عندي التيبل اسمه رول، تفتحه طلعت في عندي كم رول، تو رول ادمن، في ادمن وذاوت كرييشن بيرميشن، في عندي يوزر ان رول. اذا بتفتحه في يوزر بروفايل طلع في عندي عدة يوزر. افرض يوزر ايش اسمه ادمن، الادمن هذا وين موجود؟ في اي رول؟ افتح الرولز بيطلع انه موجود في رول رقم 1. اليوزر رقم 2 وين موجود؟ في رول رقم 1 برضه، يعني ادمن. الرول رقم 3 موجود في ادمن. كم ادمن عندي هون؟ 1 2 3 4. كم ادمن رول؟ 3 أربعة. هون أربعة يوزر. في عندي يوزر رقم 3 وين موجود؟ في رقم 2. ثلاثة إلا توبر بالضبط. بنبعرف لهم، بعرف في عندي ممبرشيب. الممبرشيب اللي هي خاصة ب كلاس الممبرشيب اللي هو بيكون ديتيلز حسب اليوزر. يعني بكون أنا جايب اليوزر بروفايل وماخذ يوزر بروفايل حاطه في الممبرشيب. الممبرشيب يعني بخزن الداتا، الباسورد مثلا، الباسورد بحطهاش في ال، بحطهاش وين؟ في يوزر بروفايل، وبحطها في الممبرشيب مور سكيورتي. يعني في عندي شيء اخير اللي هو او اوث ممبرشيب. الاو اوث ممبرشيب افرض ان انا في عندي بتعامل، بدي اعمل لوجن باي، لوجن باي فيسبوك ولا لوجن باي تويتر ولا لوجن باي جوجل. في عندي شيء في الام في سي شيء اسمه او اوث او اثنتيكيشن كونفيجريشن. اذا بدك تعمل لوجن باي جوجل مثلا او لوجن باي فيسبوك، في عندي هذا الشيء بسموه او اوث ويب سكيورتي. او اوث ويب سكيورتي، بروح بحط الاب اي دي تاع جوجل والسكيورتي تاع جوجل، بس بقدر اعمل لوجن باي فيسبوك في الام في سي. هاي اوريدي انكونفيجر في الام في سي، بتحتاج اي كونفيجريشن زي، بس بدك تحط الاب اي دي والاب سيكريت هون. فهيك بتصير تعمل انت لوجن حسب جوجل، حسب فيسبوك، حسب تويتر اوتوماتيكلي. تمام. هاي فيتشر كثير حلوه في الام في سي، تقدر تجيب الداتا من فيسبوك بالضبط، ولحالها بتجيب لك الداتا وبيعمل لك يوزر وكل هاي التفاصيل. تمام. كيف موجودة في الممبرشيب؟ إذا بتفتح في عندك، في عندك، في عندك ديتيلز خاصة باليوزر هذا اللي هي مثلا زي ما وجيك. في عندك يوزر بروفايل هون، افتحها طلع لنا في عندي ديتيلز خاصة في. طبعا هو كيف بيعملها؟ هو بروح بخلك إذا بتفتح هون، وين راحت الـ OAuth؟ أوكي، في عندي بروفايدر يوزر اي دي، بخزن بروفايدر اس دي، بخزن ايش هو البروفايدر. لما صير اعمل لوجن هو بصير بشوف هل هذا اليوزر موجود في البروفايدر، شو الاي دي تاعه، شو اليوزر اي دي. بفحص انه هذا اليوزر اي دي هل هو اوثنتيكيتد مع البروفايدر اي دي، بيعمل لك لوجن. تمام. هاي اوريدي موجود، او ممكن تعملها انت كاستم يعني. اوكي. طبعا كيف كيف ليش بهمنا الرولز؟ ناخذ مثال على اهميه الرولز عندنا. اول شيء بالنسبه للرولز، انا متعامل مع كنترول. يعني لو فتحت مثلا انا كنترول اسمه اكاونت، او فتحت كنترول مثلا اسمه فاسيليتي، او فتحت كنترول اسمه خلينا نروح على الكنترولرز، فتحت كنترول اسمه مثلا فاسيليتي، او فتحت كنترول اسمه اكاونت. اول شيء انا احكي له هان الاكاونت كنترول، احكي له اوثرايز. ايش حكي له؟ اوثرايز.
شو يعني authorize؟ authorize يعني ممنوع حدا يدخل على هذا الكنترولر الا تيكون معاه permission، يعني لازم يكون عامل لوجين. تمام؟ في عندي اشي عكس الاوثرايز اللي هو بكون بكيم الاوثرايز اللي هو بسموه ايش؟ not activated. not activated اللي هو مثلا هون في النت اكتيفيت اسمه ايش؟ allow anonymous اللي هو ايش؟ عكس الاوثرايز. الجيست. بدك تعمل صفحة اي حدا بدخل عليها. يعني انا مثلا بدي اجي لما اخلي اليوزر يعمل ريكويست يعمل اكتيفيت، لما يعمل اكتيفيت هو بكونش عامل لوجين مثلا، بتخليه يعمل اكتيفيت ايش؟ بروح بعمل هاي النفذ ايش؟ انونيمس. بس ايش لو اني مسكر كل الكنترولر، مسكر كل الاكشنز اللي فيه، فهي بس فتحها، مسكر كل الاكشن بس هاي مفتوحه. بس اذا بتيجي هون في عندي مثلا ميثود، في عندي ميثود خلينا نشوفها اسمها external login برضو allow anonymous. هاي مثلا بدك تعمل login by facebook بتنادي هاي external login. في عندي method خلينا نشوف او action خلينا نطلع فوق. هاي برضو ايش؟ register. لما تعمل register انا بروح بنادي allow anonymous، بس لما اعمل post على السيرفر انا اشوف لك اياها المثال. يعني مثلا اورجيك ناخذ مثال، مثلا مثل بدها permission هروح اورجيك على الفاسيليتي. مثلا في عندي مثال اسمها اوكي شاي، في عندي هاي الميثود. هاي الميثود لما تشوفها هيك action result index شو بتفهم منها؟ انها مفتوحه هاي الميثود، ايش عليها؟ ايش عليها ايش؟ permissions. هل في على controller permission؟ لاحظ controller فيش عليه permission. طيب هاي الميثود مثلا عليها authorize، ايش عليها authorize، بس لاي رول؟ الادمن. بس الادمن بيقدر يعمل ديليت مثلا. تمام؟ شو معناها authorize role equal admin؟ بس الادمن بيقدر يعمل ديليت. تطلع فوق شوي هاي برضو عليها ايش؟ رول. بس مين؟ الادمن بيقدر يعمل edit مثلا. هاي بس الادمن بيقدر يعمل reject. هسه ممكن تعمل انت authorize لرول، ممكن كمان ايش؟ يعني تيجي تحكي رولز ادمن ورول مثلا اللي هو يوزرز مثلا. هذول بس بيقدروا اللي موجودين في الرول اللي اسمه ادمن، موجودين في الرول اللي اسمه يوزر، هذول بس بيقدروا يعملوا ايش؟ ريجيكت. هسا في كمان ممكن تعمل انت مش بس رول، تعطي يوزرز، يعني تيجي تحكي له يوزر اسمه مثلا احمد، اليوزر بس هو اليوزر الوحيد اللي ممكن يعمل ريجيكت. تمام؟ طبعا هاي بالنسبه للكنترولر. طب بالنسبه للفيو نفسه، بالنسبه داخل الفيو، لما ادخل جوا الفيو نفسه في عندي داخل الفيو مثلا هاي ايش ما ايش اسمها ريجيكت، بدي اجي افتح لك مثلا الفيو اللي لا الفاسيليتي مثلا النادي فيو مثلا اندكس. تمام؟ بدي افحص لك اذا اليوزر بيقدر يعمل اشي ولا لا. هل ممكن افحص داخل الفيو؟ يعني بدي احكي اذا اليوزر كان في مثلا هون اجي احكي لك في الفاسيليتي ريبورتس هذا احكي لك اذا اليوزر هذا كان معاه بيرميشن محدد. نبحث لك مثلا يوزر
اللي هي نبحث فيها كنترول سي اف اختلاف تماما عن العادي من اشتغل عادي من اشتغل عن اللي سيدي زمان فيها اختلاف فيها طبعا اختلاف كبير يعني شوية هي ك MVC the same concept يعني يعني بدك تشتغل مثلا حتى في ال PHP نفس الشيء نفس الشيء اوكي بتورجيك مثال كيف ممكن احنا استخدمنا مثلا authorize وين على مستوى الكنترولر في authorize على مستوى الميثود وفي authorize ايش على مستوى مستوى الايش؟ الفيو. وين باجي بحكي لك بدي افحص في داخل الفيو اذا في عندي ديتيلز اذا اليوزر هذا موجود في الرول للادمن اذا اليوزر هذا موجود في الرول للادمن عرض لي هذا البتون مثلا. بتصير معك ولا بتصيرش معك؟ بتصير انه مثلا اذا اليوزر موجود في هذا الادمن اليوزر ادمن اعطيه البتون هذا. إذا اليوزر مش قاعد ما تعطيش البتن هذا. رش يا الله. بتصير بتورجيش يا الله. فأنت بدك تعملها إكس على مستوى وين؟ على مستوى الأكشن اللي في الكنترولر تلغيها. وعلى مستوى الفيو برضه بدك يعني تعرض لش هي. فكيف نستخدمها؟ بتفحص if user is enrolled للأدمن and اليوزر مش في رول للأدمن ذا الكريت. And مدري استيت كذا كذا فاضل مش بس على شو اسمه and the user activated and the user status مش فيد مثلا عرض له هذا البتون تمام فبتستخدم ايش if user is enrolled طبعا هاي التاج اللي هون عشان تكتب كود سي شارب جوا ال HTML تستخدم ايش هاي الانوتيشن الريزر انجن تحط if user is enrolled كذا and user enrolled بتعرف ايش بتكتب ايش اللي بدك تعمله فاذا اليوزر بيطبق هذا الشروط ايش بيعرض البتن بنطبقش بنعرضش البتن فهاي كيف تطبق تشتغل انت على ال MVC مع ال authorization simple authorization هل في نوع ثاني من authorization في نوع ثاني من authorization لو بدل ما تعرف الاشي انت فيه في الكود هيك بتكتب إشي بسموه XML based authorization تصير تعرف البرميشن ذا في الايش في ال XML هاي نوع ثاني من ال authorization via XML طبعا هذيك ارتب شوي من هاي الطريقة ارتب طيب خلينا نشوف الدرس التالي انه كيف ناخذ نظره سريعه على اللي اوت على الفيو على الشكل العام للام في سي ابلكيشن كيف نعدل الشكل كيف هاي نشوفكم في الدرس الثاني